متابعي جريدة وموقع المصري من كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة متابعين معاكم مع أسرة إسلام. إسلام ضحية خلافات زوجية مع زوجته، وتعرض للتعدي بالضرب حتى الموت من شقيق زوجته وأحد أقاربها. هنعرف النهاردة من أسرة إسلام تفاصيل الواقع. السلام عليكم، بقال الله، عرفنا بحضرتك. انا سامح خالي اسلام. حضرتك احنا تمام، جالنا قولنا اسلام عنده كام سنه؟ عن 30 سنه، شغال ايه؟ شغال سواق، بس سواق توك توك شويه، سواق عربيه شويه، ارزاقي. شغال في مكتب، في ساعات في مصنع كرتون، هو بيشتغل اي حاجه ارزاق بمعنى اصح. تمام، اسلام متجوز، عنده كام طفل؟ عنده اتنين، عنده ولد سنتين وبنت 7 شهور، ومتجوز بلد ايه؟ اتجوز بقاله 3 سنين. طب قول لي بقى ايه اللي حصل؟ لا، هو اللي حصل ان احنا جالنا تليفون ان في مشكله عند اسلام، او اسلام في حد معاه اخوه في الشقه، وفي يعني مشاده او خلاف او حاجه زي كده. فاحنا رحنا لقينا اسلام في البيت عنده، اسلام ساكن في الدور الثامن، لقينا اسلام مرمي جثه يامده في الدور الرابع على السلم، سايح في دمه، منظر طبعا ما حدش يشوفه او حدش يستحمله. طبعا جت بعد كده الحكومه بتاعت شرطه الخصوص، خدناه وطلعنا على مستشفى المطريه، وعرفنا ان هو اتوفى. عرفنا تمام، عرفنا من بعد كده من الكاميرات ومن تحريرات الحكومه، وهو واسم الخصوص تم القبض على اسره زوجته بالكامل. بس احنا عرفنا بعد كده ان اللي عمل حاجه زي كده هو نسيبه، اخو مراته وابن خالتها. بس انا عايز اوضح حاجه بس للشرطه حضرتك، ان ابن خالتها كان معاه فوق، تمام؟ هما كانوا شخصين مش طب شخص واحد. عرفتوا منين ان هما اتنين؟ ان ابن خالتها دوت نازل من عند اسلام لابس التيشيرت بتاع اسلام، لابس تيشيرت المجني عليه، لابس تيشيرت المجني عليه اللي كان لابسه في نفس اليوم. يعني ده دليل ان هو ارتكب الجريمة معاه. فلما طبعا جسمه الدم او التيشيرت الدم اتقطع بهدل حاجه زي كده، فلبس التيشيرت بتاعه عشان يعرف ينزل من البيت. عشان ما يبانش ان هدومه فيها دم وكده. تمام. تمام، يعني ايه اللي وصل لاسرته ان هي تعمل كده؟ يعني هما راحوا له سكنه صح؟ حضرتك هو بس اسلام، توضيح، اسلام كان عندهم قبلها بساعتين، ايوه تمام، وضح لنا اللي حصل كان فيهم. رايح عشان خاطر يرجع مراته ويجيب عياله. اسلام مش هي بتاع مشاكل، كان في مشاكل كان بينهم. في مشاكل قبلها بحوالي 15 يوم او 20 يوم، تمام؟ وهي زوجته كانت عند اهلها. كانت عند اهلها، تمام، وهو راح مره واثنين، ودي كانت ثالث مره اللي هو يوم الواقعه دوت قبلها بساعتين. كان تمام، رايح عشان يرجع مراته ويرجع عياله. اسلام مش بتاع مشاكل، وغير ان احنا مش موضوع ان احنا مش عايزناش في قصه الطلاق، وان احنا في اطفال في النص وبتاع. هو عايز يفضل بيته زي ما هو، كامل زي ما هو، بمراته بعياله، ويفضل عايش زيه زي بقيه الناس. طبعا المشاكل العائليه والظروف الخاصه اللي بره في كل البيوت المصريه معروفه، تمام؟ واضح ان هم قالوا له طب روح، روح واحنا هنجي لك ونقعد نتكلم مع بعضينا. المتهم اللي قال كده في التحيات، ولا انتوا اللي كلامه وصل لكم؟ لا، كلامه وصل لنا احنا عشان خاطر احنا في خالته معاهم في نفس البيت تحتيهم بدور، تحت نسب اسلام. تمام، في واحد صاحبه قابله على باب البيت تحت وقال له يا اسلام انت كنت فين؟ قال له ده انا كنت فوق بجيب، طالع عشان اصالح مراتي وعيالي. بس هم قالوا لي روح، احنا شويه هنجي لك نقعد معاك. فربنا يسهل يعني ان هو شاء كره الله. عشان يشوف عياله، وهم قالوا له روح واحنا هنرجع لك تاني بالعيال وزوجتك وكده. تمام. بس هي الواضح ان لما رجع بقى اسلام، يعني راجع مثلا مستعد مستنيهم، واخد معاهم ميعاد. حضرتك الكاميرات جايه هناك في الشارع، وجايب اسلام وهو طالع البيت عنده، تمام؟ بعد ما نزل من عندهم جايب حاجه ساقعه وجايب اكل وبتاع، وعامل حسابه ان مثلا انا سايبه هيجوا له عشان يقعدوا يتكلموا ويحلوا الموضوع، وان يرجع مراته تاني وعياله تمام، يعني وكل حاجه. مهي خير، يعني واخد اكل واخد بيبسي بس هو الواضح ان القضيه كانت مترتب لها، بدليل ان المتهم نفسه اعترف في القسم، ان هو كان متربص اسلام طوال اليوم في الشقه فوق، ونزل قبل الواقعه بحوالي ساعه. طب لما هو اسلام خد طلع هو مفاتيح طلع وراه. وخد مفاتيح الشقة وراح ازاي؟ ما هو مفاتيح الشقه دي كانت مع، اكيد مع الزوجه مش يعني مع هو حد خدها من تاني. اخته اكيد طبعا، وراح الشقة استناه 10 ساعات. 10 ساعات او مقرب اليوم كله هو متواجد فوق في الشقه لحد ما اسلام يطلع. نزل قبل الواقعه بساعه، تمام؟ وطلع بعد ما اسلام طلع على طول. بعد ما اسلام طلع زهق بقى طول اليوم قاعدة فنزل، كاميرات حتى جايبها طالع بعد اسلام ب 10 دقائق بالظبط. طلع وراه. طلع وراه. الكاميرات جايبة ان في حد تاني برضو بيطلع وراه، ولا جايبة نزولهم بس؟ والله حضرتك، بس هي الفكره كلها ان اسم شرطه الخصوص تم طبعا ان هو اتحفظ على الكاميرات والهاردات بتاعه الشارع، تمام؟ تمام، فهو اكتر حد مدرك او عارف الحاجات دي اكتر مننا احنا.
القسم طبعا فيه تحريات لسه شغاله، النيابه لسه شغاله، تمام. هم يقدروا يعرفوا الحاجات دي اكتر مننا، احنا كده كده بنثق في الشرطه وعارفين ان هي ان شاء الله كل واحد حقه يرجع له، مش طالبين حاجه غير القصاص العادل بمعنى اصح، غير كده لا، احنا مش طالبين حاجه اكتر من كده. إن شاء الله بإذن الله. طيب هنكلم والده. خلص عزاءنا السلام لحضرتك عليكم ربنا ورحمة يرحمه. الله. عليكم السلام. خلص عزاءنا بقول الله طيب صلى على النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بثق في الحكومة وبثق في القضاء وبثق في كل الناس. أنا عايز حق ابني. عنده عيلين. بنت وولد. شفت البيت قد كده والولد عمره. ربنا يصبرك. معلش. معلش معلش حاجة بس. معلش. 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 اتكلم بس جدته. ماشي اتفضل يلا يا حاج. يعني اسلام قبل الواقع جه قال لحضرتك مثلا ان في مشاكل مع زوجته، قال لك اي حاجه؟ لا كان عندي قبلها بيومين. اه وقال لي انا رحت لهم مرتين يا ستي واقول لهم انا عاوز مراتي هي ماسكه على الطلاق، كل أي. ما اروح ابويا يقول لها هنطلقها، احنا عايزين نطلقها، والستات بيقولوا عايزين نطلقها. تمام. قلت له لا احنا مش هنطلق، احنا طلاق مش هنطلق، خليها قاعدة كده ونسيب عشان الولاد. عشان الولد، الواد والبيت اه. سيبناه. جه هو من نفسه طلع كده من غير ما يقول لنا، وخالته دي قاعدة في البيت اللي تحت نسايبه، تحت نسايبه، الدور اللي تحت نسايبه. تمام. اه طلع ما رضيش يقول لها، طلع على فوق على طول خبط عليهم، فتحوا لي الباب في ايه جاي ليه؟ قال جاي اشوف عيالي. راح موت على البنت بياسها والواد، وقال لهم انا جاي بقى عاوز مراتي. ايوه. قالوا عايز مراتك؟ طب روح واحنا جايين وراك هنقعد معاك شويه في الشقه، نخلص معاك ونجيبها لك. تمام. على سبيل الكلام بقى، ده حلو وده وحش والكلام ده. هيرضوا بعض يعني. اه راح واخد بعضه وماشي. صاحبه واقف تحت البيت، قال له عملت ايه فوق؟ قال له يا عم، قالوا لي ايه، روح وانا جاي وراك. جايين وراك؟ قال له تمام. ماشي. راح واخد ازاز بيبسي، قعد على بتاع الكفته، خد كفته وجاب الحاجه اللي هو هياكلها ومراته ايوه. وكلها. بعديها بساعتين، هو كان الساعه 6، بعدها بساعتين طلع بقى اخوها وابن خالتها وراه على طول. حصلت الجريمه دي. حصلت الجريمه واحنا مش طالبين حاجه من اي حد، وطالبين من ان ربنا يدينا حقنا ويخلصوا حقه، والحكومة تخلص لنا حقنا ويجيبوا حق إسلام. إن شاء الله احنا بإذن ما الله. بنعملش حاجة وحشة، الناس غلبة زي ما انت شايفة الوضع وظروفنا زي ما انت شايفة، مش هنحارب ولا نعمل مشاكل، طالبين العدل من عند ربنا. أنا عاوزة أقدم طلب للنائب العام عشان يشوف لنا الحل ده، الحل ده طيب. كتير علينا قوي، إن رايح مننا ضحية. إيه رأيكم يا جماعة؟ ابنكم ضحية أخوها. اه ضحية ابني ده، ابني انا اللي مربيه بعد امه ما ماتت. اه وابوه شايفه مش عارف يتكلم، عنده جلد. احنا ربنا بنعملش حاجه يصبرك يا وحشه. رب، ربنا يصبرك اه واللي انتوا تشوفوه احنا ان شاء الله برضو، باذن الله يكون في قرار عادل يا باذن رب الله. يا ان شاء رب الله يكون باذن الله. دخلكم حلو علينا ويكون فيها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هنستاذن حضرتك بس ان نتواصل مع خالته. عرفينا بحضرتك. انا خليت اسلام ساكنه طب قربي بس المايك، استاذن. ساكنه معاهم في البيت. اسم حضرتك ايه؟ حنان محمود. ام امير. ام امير. حنان محمود. حنان محمود. حضرتك ساكنه مع اسلام في الدور الكام؟ هو اسلام كان ساكن معايا الاول، انا مجوزاه معايا فوق في البيت، كنت واخده له شقه، فضلوا وراه لغايه لما خلوه خرج وساب الشقه. انت وبحر. كنت موجوده لما حصلت المشكله دي؟ كنت موجوده في شقتك يعني؟ اه موجوده. انا جالي انت ساكنه في خبر الدور الكام؟ في الدور الثالث وستها في الدور الرابع فوقيه. ما حسيتيش مثلا بهيصه بخناقه باي حاجه؟ مفيش حاجه قربي بس المهم. مفيش حاجه عندهم، لان هو طلع ما عملش صوت عشان عارف ان انا هدخل بقول له ما تطلع لهمش، ما خبطش عليا، طلع اليوم على طول. هو لما يعني لما اتفق مع اهل مراته ان ما خبطش هستناكم عليا، طلع على شقته على طول. طلع عليهم هم على طول. انا سايبه انا سايبه اللي هو كان ساكن الاول معانا، وخرجوه من البيت سكن بره الشارع بعدين. تمام. بعديها بشهرين جيت لي اخبط عليهم، قال لهم انا عايز اصلح مراتي وعايز عيالي. أه طب اخوها مش هنا؟ يعني اللي سايبه معاه في نفس العماره برضه معاه؟
معايا انا معاك انت. هو في الشارع اللي بعدي. هو في الشارع بعدك. ما تمام. خالك محمود يا ابني عاوز يقول جبت ورحت جايه لما سمعت الخبر، لقيت صاحب البيت بيتصل بينا اللي هو ساكن عنده بيقول في خناقه عند اسلام في الشقه وفي حد متعور ومرمى على السلم. تعالوا شوفوا مين اللي مرمى على السلم. ما رضيش يقول لنا ان في حاجه ولا اسلام مقتول ولا كده. نزلنا رجلنا نجري ورحنا لقينا اسلام مرمى على السلم. ما فيش حد من الجيران سمع هيصه ومشكله اي حاجه يسلك يطلع يشوف في ايه؟ يعني كل ارتكبوا اللي في جريمه البيت وسحلوه من الثامن للرابع. في ناس نكرت وجودهم انهم ما كانوش موجودين، وفي ناس قالوا لك احنا ما سمعناش حاجه. الله اعلم. من الثامن للرابع لان مرمى على السلم سايح في دمه. بس هم رايحين لشقته بابا مكان ساكن يعني الواد مش... انا في اليوم دوت قاعد طول النهار فوق، قاعد طول النهار فوق في الشقه اللي هو المتهم مستخبي تحت السرير، بيقول لك طلع ونزل كذا مره وانا مستخبي تحت السرير. لما زهقت نزلت، لما هو في نزلته بقى كان اسلام راح لهم بنيه الصلح فتح له قال له طب روح واحنا جايين نقعد معاك، هنيجي نقعد معاك وهنجيب لك العيال وكده. جه بقى خد الاكل والشرب وفرحان بقى ان عياله هيروحوا معاه يقولوا. ايوه. جه صاحبه انت طلعت عملت ايه عند الجماعه؟ قال له قالوا لي هنجيب العيال وجاي. هطلع استنى انا سايبه فوق. ومش صاحب واحد ده ثلاث انفار من اصحابه مستني يعني قابلوه يقول لهم نفس الكلام. ورغم كده لما انا صوت ساعه ما جالي الخبر ونزلت نزلت معايا ستها والبنت ولا كانهم يعرفوا حاجه ولا كانهم شافوه من 25 يوم من ساعه ما كانت غضبانه عند اهلها. يعني ما ظهرش عليها نكروا؟ لا ظهر، وانا بقيت عمال اقول يا رب خيب ظن لان ولا عياط يعني هم والناس مثلا تشد مراته ما كده. بكتش ولا مراته قعدت ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ استاذ يا حول الله يا رب احنا ما نعرفش حاجه. لا حجر هنا بقى لها 25 يوم ما نعرفش حاجه عنه. الناس في الشارع تشهد كده والسكان اللي في البيت قدامهم حتى الناس بقوا مستغربين. انا لاخر لحظه مستغربه وظابط المباحث منزلهم واخدهم ستها وبيطالب بالبنت عاوزها مراته. في ايه يعني واخدهم ليه؟ دول واخدهم مش ليه؟ عارفين اي تفاصيل. مش عارفه اي تفاصيل، مش عارفه اي تفاصيل وهم عارفين كل حاجه. ما هي مديله مفتاح الشقه يعني. ايوه واخد مفتاح الشقه. ايوه امال هو دخل ازاي الشقه؟ هو دخل ازاي يعني؟ هي غضبانه عند اهلها غضبانه عند اهلها. تمام ده كده. طيب بتطالبوا بايه؟ انا بطالب بالقصاص، بطالب بالقصاص باعدامه. لازم يدوقوا حرقه القلب اللي احنا ضايقينها. لا طالبه خساره ماله. انا طالبه اعدامه، طالبه اعدامه على الطفلين اللي اتيتموا بدري، طفل 8 شهور وطفل سنتين مش عارفين حاجه. لما الطفل طول الوقت بيسال على ابوه مش عارفين نرد عليه، عمه بيكلمه في التليفون على انه ابوه. هي ما بصتش لعيالها، هي ما بصتش. سابت الولاد عندكم؟ لا هي ما هم سابوهم في الشارع. انتوا لقيتوا الطفلين في الشارع؟ في الشارع قدام الباب تحت. خدوا ماشي. ما هي ركبت الحكومه خدتها. وابن خالت امها. ابن خالت. بص دلوقتي المتهم اللي هو اخوها. اخوها ما هو ده اللي شال القضيه. هو ده اللي قال انا اللي عملت كل حاجه. كان قاعد. كان قاعد هو وامه. هو ابن خالت امها ده بقى له 15 يوم كان قاعد هو وامه فوق عند ستها. ولما البت غضبت وحصل اللي حصل كان موجود فوق هو وامه. ساعه ما حصلت المشكله بينها وبين جوزها وكانت غضبانه. ساعه الحادثه برضه هم اول واد كان موجود عندهم في اليوم ده من الصبح وهو قاعد فوق عند خالته. المتهم التاني ده شغال ايه؟ صايع. كان لسه محبوس وطالع. استاذ مسجل؟ تمام. طيب هنجيب دول بس يا سمير اتكلم جدا. اتكلم جدا. تمام. بتطلب بايه يا حاج؟ انا بطلب يا ابني حق.
بتطالب بإيه؟ إصرار الواد أخوه وابن خالته، عشان ربنا كده العيال يتامى يتامى. بص ده ابنه والطفلة دي بنته؟ يعني سنتين وسبعة سبعة. حضرتك بتطالب بإيه؟ ما طلبش حاجة غير حق دول. دول أبوهم مات، فين حقه؟ فين حقنا إحنا كمان؟ إحنا مش عايزين حاجة. حضرتك شايفين بلانيكو ده طفل سنتين والله يا سبع شهور. عليه عامل كمامة. هو عامل كمامة. عامل الكمامة ده؟ طب بيخليها ما تصيرش الملح. عامل الكمامة ده؟ الملح بينزل يجيبه لها. كل حاجه موفرها لها في البيت. يعني شغال شغل حلال. اه بيشتغل في الزباله، يشتغل في الكرتون، يشتغل سواق توك توك، اي حاجه تجيب دخل يشغل بيته. المهم ان هو يصرف على البيت. عمرها ما نزلت طلعت لاهلها قالت لهم هاتوا ازازه زيت ولا رغيف عيش. كل حاجه موفرها لها. تمام، شكرا لحضرتك. متابعي جريده موقع المصري من كل مكان، تابعنا مع حضراتكم اليوم مع اسره اسلام ضحيه نسايبه شقيق زوجته واحد اقاربها تعدى عليه بسلاح ابيض سكين بسبب خلافات مع زوجته، ومتابعين مع حضراتكم ان شاء الله تفاصيل التحقيقات. شكرا متابعي جريده موقع المصري من كل مكان.